أهلا بكم من جديد أحبة المشاهدين إلى الجزء الأخير المتبقي. سماحة الشيخ السنجري، بداية هذا الجزء أيضا معك. نحن أمام معادلتين أو عنصرين من معادلة. العنصر الأول هو التربية النقدية، العنصر الثاني هو التربية الروحية، ولدينا مجتمع نريد أن نجعل هذا المجتمع مثالي، أن نجعل هذا المجتمع متشبث بالثوابت التي قلتموها في الجزء الأول، ويستطيع أن يتعاطى مع الوافد تعاطا صحي بين هذين العنصرين، تربية نقدية وتربية روحية. هل التوازن بينهما من الصعوبة بمكان؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه وعندما يقول إن النفوس لتدرا فروضوها كما تدرا الأبدان، فروضوها بطرائف الحكم. إذن التربية الروحية أهم. ليش؟ لأنه التربية الأخرى البدنية متركزة على، عندما سأل همام إجل علي بن أبي طالب قال له هذول المتقين ما نعرفهم، أنت ما تقول لنا، لأن قبل بعد أمير المؤمنين الصادق قالوا له شنو ذول التقوى، شنو معنى التقوى؟ قال يجدك الله حيث أمرك، بهالعبارة هاي، ويفتقدك حيث نهاك. طيب أمير المؤمنين جي همام قال هذول المتقين ما نعرفهم، فقام برائعة من، لأن علي بن أبي طالب هو معدن الروع، قال إن الله حين خلق الخلق غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، ويبدأ صفاتهم. فالمتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب كلام. طيب ولكن أنا حتى أجعل الفضيلة مستساغة نعم لدى الشاب الذي يتعاطى مع الفيسبوك والإنستغرام و التويتر وما إلى ذلك، حتى أجعله يوجد حيث أمر الله ويفتقد حيث نهى الله، لابد لي من منهج إجرائي أجعل من القيام بهذه الفضيلة مستساغة. أنا وياك، المفسرون عندما يأتون إلى ويسخرون من الذين آمنوا يقول وجه السخرية شنو؟ أنا وياك هسه نجي واحد إلى فاسق اللسان، فاسق النظر، فاسق الباطن، فاسق طبيعي، ذاك بعكسه، هذاك اللي هو صائن البصر، صائن اللسان، صائن الباطن الفرج، انا وياك ولا ذاك من تقول له طبعا هذا يقول هذا احسن من هذا، هاي بين ردها، سواء هو وهو الماشي بهذاك الطريق، لو سئل في بعض الاحيان هو على نفسه ما يرضى. انا كلمه تلاقيت ويا واحده من الفتيات في احدى الدول الاوروبيه، بعد صار لقاء كبير هذا، قالت لو كل الشباب يسوون مثلك ما وصلنا للي وصلنا له. هو الإنسان يقترف السيئة، لكن على مو ماكو الخطأ الشائع خير من الصواب، ماكو مثل يقول الخطأ الشائع خير من الصواب الغير مألوف. فإذا الإنسان لابد أن يربى على الفضيلة، لأن لما يكبر بعد من تقول له دربه، وبعد ما صار 15 سنة يلا من يصير الصلاة بعد الرجعية وهاي ما تفيدك والخرافات، هذا ما تمشي عليه. ليش؟ لأنه تربى على الفضيلة من الأول حتى لسانه. جميل، لا يمكن. جميل. يعني نجمع بين هذا كله شيخنا الفهداوي، حتى نربي على الفضيلة. اليوم ليس الأب هو الذي يربي لوحده، ولا الأم ولا المدرسة. اليوم هذا الجهاز الصغير الموبايل، البعض يسميه الجهاز الفضاح المغري الجاذب، بات الذي يدخل حتى إلى غرف النوم هو يربي ويربي، لأنه يسرق وقتا كبيرا. وأنا أعتبر التحدي الأكبر أمام بناء مجتمع إسلامي رصين هو هذا الوافد إلينا وهذه التقنيات وسوء استخدامها. هل نحن أمام قصور منهجي في التعاطي مع هذه التقانة؟ هل نحتاج إلى مؤسسة دينية تعمل على لا أقول جبر الناس، ولكن دفعهم إلى تعاط أخلاقي بشكل متيسر مع هذا الوافد التقني المخيف؟ حقيقة نحن نفتقد إلى منهج الرقابة. الرقابة، الرقابة، يعني الآن نحن لما نقول نحن نؤمن بالله ونكون هناك نحيي الجانب الروحي ومبني على جانب الرقابة، حينما يقيم رقابة من أين؟ أولا الرقابة الروحية التي نحن نعمل لأجلها، التي تجعل للإنسان سلام داخلي، والتي ترمم المنظومة الأخلاقية التي يحييها الإنسان
من أجل أن يكون الإنسان سوي، من أجل أن يكون الإنسان خلوق، من أجل أن يكون الإنسان متعايش وصاحب أخلاق، من أجل أن يتعامل مع أخيه الإنسان. هذه أولا. ثانيا الرقابة العمرانية أو الرقابة الدولية على هذا الفرد، كيف يحمي الفرد من حينما يكون هناك قانون يحاسب ذلك الشخص على هفواته ويكرمه على تطبيقه للقانون، لابد أن تكون بين هذا وذاك قانون يحدد سير هذا الأمر. ذلك يعني بلادنا الإسلامية حقيقة يدخلها الإعلام من كل ما هب ودب، لا توجد هناك رقابة على بعض المواقع، على كثير من المواقع اليوم مفتوحة، اليوم كثير من المواقع حينما تبحث عن أمور حتى من الأمور الفكرية الشاذة تجد لها مواقع، لا تجد هناك رقابة أنه تحمي الشاب العراقي مثلا أو الشاب المسلم أو الشاب العربي، يحميه من 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 أن يتلوث من هذه اللوثة. ولذلك حينما تجلس الآن مجتمع اليوم يعني تنصدم أو تتعجب من تنوع هذا الملحد، هذا المثلي، هذا كذا، أصبحنا لا نستغرب من أين جاءتنا هذه الأمور. هذه من الثقافة الوافدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب شيخنا الفهداوي، أن نتوجع ونتخوف من الوافد هذا لا يعني أننا حصنا أنفسنا من الوافد، لأن الوافد يتزايد ويتطور ويعمل على تطوير وسائله. بالتالي أنت حتى تكون ممارس جيد ومعتقد جيد بما لديك، يجب أيضا أن تعمل على تطوير وسائل المراقبة، وسائل الرصد التي قلتها، حتى يكون هناك نت حقيقي. أكيد أكيد. إذا يوجد لدينا خلل إجرائي أكيد مهم يعني. ولذلك الحديث الذي أوردته أن لم تكن هناك مراقبة للبعيد وللقريب لجميع النواحي، خاصة ونحن في العراق حقيقة من بعد 2003 يعني الإعلام والأفكار كلها مفتوحة، بل مفتوحة حتى بعد الربيع العربي فتحت كثير من الأفكار، انطلقت كثير من التجارب، وكلها أصبحت نوع من النتاجات، نوع من الارتجاليات، أصبح الإنسان يعتقد بهذا وهذا الإنسان يعتقد بهذا، وكأنما أصبح الإنسان مخير في أخذ الأمور السلبية وأخذ الأمور الإيجابية، وهذا حقيقة يجعلنا في علامة استفهام. طيب. أن المجتمع أو المنظومة الأسرية أصبحت تضرب في ذاتها. طيب. منهج إجرائي أبرق لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ فجر الإسلام رسالة فيما يخص المنهج الإجرائي، عندما جاء إليه ذلك الشاب وقال له: ائذن لي يا رسول الله بالزنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله: أترضاه لأمك؟ أحدث فيه صعقة. وهذه الصعقة وهذا الأسلوب هو منهج إجرائي. اليوم هل ينقصنا المنهج الإجرائي لأجل بناء مجتمع حقيقي يؤمن بثوابتنا التي تحدثنا عنها، ويستطيع أيضا أن يتعاطى مع الوافد ولكن بوجود أنتبايتك معرفي عقائدي؟ نعم، كلما نقول إنما نرسخ عند أبنائنا منذ الصغر أنه مثل ما تفضلت أنه علي بن أبي طالب قال: ما زنا غيور قاط، ها، وقال الآخر: الزنا دين تؤده من أعراضكم، ها، عاجلا أم آجلا. فلما ينشأ الإنسان بعد ما تغرى الثوابت الأخرى والجاية بالشرش القهقل، الشرش الهاي معروف، أنا أكد عليه بك أكثر اللقاءات، أنه عندما قال في مجلس العموم البريطاني قال: ثلاثة إذا ما نقدر أن نخترق المسلمين أو العرب، ها، إذا كانوا متمسكين بها، أولها الكعبة. ترى مش جزافا أنه خلوا فلان وفلتان أن يخلوا بعض المقدسات أن تخترق من بعض الأشياء، قال الكعبة. ومو من الجزاف أن يحرقون القرآن، قال والثانية القرآن والثالثة الحسين. قال هذول الثلاثة إذا قدرنا أن نبعد المسلمين منهم يلا نقدر نخترقهم. فإحنا إذا نشأنا أبنائنا منذ الصغار أنه على أنا نقل واحد شيخنا يعني ضمن هذه النقطة، أي الكعبة يحج إليها كل عام، نعم، والحسين يزار بأكثر من 22 مليون، نعم، نعم، والقرآن الكريم يطبع بملايين الطبعات، ولكن ما زلنا لحد هذه اللحظة نعيش تبعية ونعيش انصهار. تعميق المفاهيم هذا احنا نحتاجه الآن. منين يجي هذا تعميق المفاهيم؟
نبدأ بالأسرة ونبدأ بالمعلم ونبدأ بالمسجد ونبدأ بالخطيب ونبدأ بالوسائل الإعلام اللي هي مثل مالتكم، يعني جزاكم الله خير تدخلون. أنا كثير حتى بالغرب يقولوا لي كثير باللقاءات نسمعهن، ها هذا يشيد لنا إذا كان اللقاء المثمر كهذه المواضيع اللي أن ما يكون سخرية. حتى نلملم أطراف الحديث، ما الطريق إلى بناء مجتمع إسلامي في ظل متغيرات عاصفة؟ المجتمع هو الذي أو التجربة التي عمل عليها سيدنا يوسف عليه السلام، والتجربة التي عمل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التجربة التي عمل عليها سيدنا يوسف عليه السلام حينما يعني جاء عن طريق الرؤية، أو نقول كان طريق علم وتفعيل علم على أرض الواقع بحفظ أموال الناس وأرزاق الناس، حتى نجحت تلك التجربة أصبحت العقيدة باتجاه سيدنا يوسف أصبحت قوية بوجود التجربة. هذه التجربة التي وضعها ذلك النبي، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجربة التي في مكة لم تكن هناك فروض صلاة ولم تكن هناك دعوة لشيء، وإنما ثبت الأمور التعاملية، الأخلاق والتعامل. ولذلك هذه الأمور التي وطدت نقول للمجتمع الإسلامي أن لابد أن نبحث عن الأصالة، والتي قلتها منذ البداية، الأصالة والتعامل الحقيقي الذي يبنى عليه الدين. ولذلك اليوم أصبحنا نشكو من التطرف الديني اليوم الموجود. طيب، التطرف الديني من أين يجد؟ من سوء التعامل بين المجتمع حقيقة. طيب، لم نتطرق لحد هذه اللحظة وعلى نحو الصريح على موقعية الدين داخل المجتمع باعتباره نقطة ارتكاز للتعاطي مع الآخر أو للتعاطي مع الوافد، موقعية الدين. ولذلك نحن أخذنا الوافد بكليتيه الإيجابي والسلبي، وتركنا الثقافة القرآنية. ولذلك أصبحت الثقافة القرآنية كما قلت أنت قبل قليل مهجورة ومركونة، وننظر إليها على أنها نوع من التراث، نوع من الأمور التي قد يكون هي تراثية لا نحتاجها، ونتخبط في هذا الوافد ولا نجعل القرآن فلترة فيما يأتينا يعني. جميل شيخنا السنجري، موقعية الدين ظاهريا جيدة في مجتمعاتنا من خلال أن هناك فعالية وحيوية شعائرية كبرى، ولكن هذه الموقعية على النحو السلوكي وعلى النحو العملي ربما فيها نوع من الهنات والضعف، فإذا ما ضعفت هذا يعني أنه لا يوجد لدينا قدرة على النجاح في التحديات، وأكبر التحديات هو الوافد إلينا من ثقافات أخرى. كيف تعلق؟ دكتور، أولاً تفضل بسماحة الشيخ، أولاً لحد الآن، لحد هذه الآن خلينا القرآن، هم هاي ثقافتهم اللي قدروا أنه الذين يحكمون المسلمين أنه منقادين لهم، خلينا القرآن يو خيرة يو نتبرك به، وعمل لا لحد الآن منو يا دستور الإسلام وهذا، لكن ماكو عمل. يجي واحد يقول أنتم وينكم؟ كم هالفقراء وين؟ أنت خليتني أنا أدخل بالمعترك الاجتماعي بحيث أخلي القرآن، ما أخلي بزمن علي بن أبي طالب ترى فقير ماكو، أبد ماكو فقير، إلا لقى واحد هو يتمشى هو وعبد الله بن أبي رافع، هذا شاف له واحد يهودي قال له، شوف الإمام إيش قال له ما هذا؟ يعني أنا بعاصمة دوتي واحد، إذا كان قال يهودي هذا، قال عندما كان قويا استعملتموه وعندما ضعوف استبعدتموه، اجعل له عطان من بيت المال. الآن الاقتصاد بعد آدم سميث وجون ستوارت ميل بعد مو تمام الشغل الاقتصاد. مشكلتنا ليست مع ما قاله علي، ما قاله علي نستدعيه ونتفكه به ونتعكز عليه ونحلله ونصدره للآخر. لا مشكلتنا أين؟ مشكلتنا أننا كيف نستطيع أن نستدعي القول المحمد القرآني العلوي إلى هذه اللحظة كي نجعل منه شريعة عملية؟ نعم، إذا كنا نشأنا أبناءنا منذ الصغر على أن الدين هو الحاكم ومبادئ القرآن، نقدر نسوي إلا بس عملية قراءة قرآن وثواب وأجر، اختم القرآن مرة، مو كأنما القرآن هو عبارة قال كأنما ربعه فرائض وأحكام وربعه قصص وربعه في النبي وآله. فإذا إحنا كل لازم نربي أبناء ترى
هذا القرآن مو جاي بس للثواب، طيب. مو جاي كلام الله بس لعملية الصورة. العمل وحكم الناس بالعدل. كلمة أخيرة شيخنا الفهداء، وماذا تريد أن تقول؟ أخيرة حقيقة أن المجتمعات الإسلامية لطالما تنظر إلى أعدائها أو إلى كل وافد حقيقة لا يمكن أن نسميها إسلامية، يعني نسميها ولو أن ترقى أن تكون هي إنسانية، لأن ما رأينا الأحداث اليوم، يعني هناك لما تكون تحدث حرب لا يكون هناك اعتراف بالقوانين حقوق الإنسان، لا يكون هناك بالأعراف الدولية، لا بد أن تكون هناك حقيقة. وأنا أؤيد بعض الباحثين الذين يبحثون إلى إقامة نظام عالمي حقيقي في كل دولة، أو أن تشترك الدولتان أو ثلاث دول في إقامة نظام عالمي إسلامي، أن تكون هناك رقابة على الشاب، رقابة لا تكون هناك رقابة ضيقة إنما رقابة مفتوحة، ليس كل ما هب ودب أن يستضاف من هذا، ستكون هناك بعض الدول حتى الأوروبية أو هناك بعض الدول الشرقية المتطورة تجعل لثقافتها وجود، حينما لا تكون هناك الثقافة الموجودة أو الغربية مثلا تأثير على الشباب، تصنع ثقافتها من ذاتها، تصنع أصالتها من ذاتها، تصنع عقيدتها من دينها، تكون هناك تربي مجتمع سننظر إلى الجيل القادم على أنه جيل سوي يحافظ على أرضه، يحافظ على عرضه، يحافظ على ثقافته. أحسنتم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ عبد الجبار الفهداوي الباحث والخطيب من الفلوجة، وشكرا جزيلا أيضا لسماحة الشيخ محمد السنجري الباحث الإسلامي. والله نشكركم أنتم، لأنه هذه المواضيع حقيقة أنا عندي من أهم المواضيع التي لها صلة بتربية المجتمع وتنشئة الجيل على الصفات الحميدة التي يمكن أن ينقذ البلد من هذه الترهات. أحسنتم. في الختام أحبتي المشاهدين أود قول ما يلي: أحداث التي وقعت في غزة وما زالت تحدث أنا أعتبرها سونار كبير كشف عيوب العالم، وخاصة العيوب الموجودة في المنظومة الأوروبية التي يجعلها الكثير من المسلمين نقطة مقارنة وجملة مقارنة، سقطوا في امتحان الإنسانية ومنهم الفلاسفة، وخير دليل هو ما قاله الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس الذي بات مع ما يسمى بالدولة المزيفة الدولة إسرائيل على حساب الدماء البريئة لفلسطين وشباب فلسطين ونساء فلسطين وأطفال فلسطين. لنا معكم لقاء، وقبل الختام لدينا هذا القرآن ولدينا الدين، علينا أن نعود هذه العودة المضيئة إلى ما لدينا، وبالتالي هذه العودة ستعطينا الأجوبة الشافية. في أمان الله.